السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناة أبو غزالة. طبعا وحشتوني وحشتوني جدا. النهاردة بقى قررنا بقى نركز كده في لعبة فيفا شوية، فيفا 22. لعب النهاردة، احنا قررنا ان احنا النهاردة بقى هنعمل نادي، تمام؟ نعمل نادي باسمنا. هنبدأ بقى ايه زي ما بيقولوا من الدرجة الرابعة، نطلع درجة ثالثة، درجة تانية، ممتاز بقى. بصوا بس احنا عايزين نعمله دوري انجليزي، ان ده اقوى دوري في العالم، ونحتاج بقى من ضمن اللعيبه هيبقى اسم النادي نادي ابو غزاله، سلسله جديده. طبعا ادعموني في ان انا اكمل السلسله دي باللايك، كومنت، سبسكرايب، شير، تنزل تتفرج على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، وعشان اكمل في السلسله دي ما تنسوش تدعموني فيها بقى. ويلا يلا ندخل في الفيديو على طول. ايوه فهمت. بيو مونتي كالتشو. هما جايبين لي اسامي مش مسموعه كتيره. لايون. حلوه لايونز، ممكن نعمل بتاع اف سي يونيون ونخليها لايونز، تبقى جامده جدا. ست جامد. ارسنال. البي احنا نخليها جونيورز. لا 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 ماج، احنا نخليها سبورتنج عشان ايه؟ ريال برايد، عشان هتبقى بعيده قوي. تروجانز يونيون. في يونيون. حلو، احنا هنعمل اف سي يونيون. يونيون يونايتد. يونيون حلو ده. وولفز يونيون. طب اقول لكم على حاجه، اقول لكم على حاجه، احنا هنغير الخطه وهنعمل اسم النادي اف سي يونيون اهو. تمام، يعني نخليها ايه اف سي يونيون. تمام، واللقب بتاعه هنخليه يونيون، عشان المذيع لما يجي يتكلم يقول لك نادي يونيون. تمام، حتى اهو اهو يوني كده. احنا هنبدأ بقى، نبدأ بقى ايه. ابو غزالة المدير الفني طبعا المفروض ايه سكرين. سكرين اهو ابو غزالة، صلاة النبي. شغل 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 شغل. هو دلوقتي عاملين البطولة ودية، المفروض إن اللي هيشارك فيها 9 مليون. تمام، هنا 9 مليون، هنا 10 مليون، وطبعا احنا هنشارك في أغلى واحدة. احنا ما بيهمناش حد طبعا. ده يوم التدريب الأول، بيعرفوني بشوية الحاجات اللي هي عندنا المكتب. ماشي، مجلس إدارة النادي يونيون بيتكلم النهارده، نخترق بقى
مجلس إدارة إف سي يونيون. يا جدعان لازم تتاخد السكرين. اللاعبين وهيلعبوا مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد، شوية مش عارف بقى، شوية فرق حلوة كده. ماشي، هما بقى بيعرفني على شوية حاجات ايه اللي عندي. طبعا انا لسه ما عملتش انتقالات ولا عملت اي حاجة. مركز الانتقالات تمام. المهم بقى ايه، يوم التدريب الاول نشوف بقى ايه هم عايزين ايه بالظبط. محاكاة الكل. ماشي، أول يوم النهاردة يوم المباراة. ماشي، عايز ايه ده يا حضرة المباراة؟ راح بكك ده الكابتن. ماشي، أشعر بصراحة أمامنا عمل اللي نقوم به. ماشي يلا بينا يا جدعان، انا بشجعهم. هو اللي احنا ايه ان شاء الله نلعب النهارده بقى اتلتيكو مدريد، اول مباراه كده في البطوله هنلاعب مين؟ اتلتيكو مدريد. تمام كده، يلا بينا نبدا. والمباراه الاولى في دور المجموعات لهذه البطوله التحضيريه، لدينا اليوم فريق يونيون يواجه يا فريق سلام اتلتيكو على اليونيو. مدريد. هذه المواجهات مهمه جدا وتعطي مؤشر على حاله الفريق البدنيه والفنيه ايضا والنفسية قبل بداية الموسم. في المباراة ازاي يا جدعان الرسمية بيخلينا يكون من الاثنين هنا الصعب الاثنين تجربة لابسين بعض قريب من الأمور، بعض؟ ومن الأفضل بأن تجرب في المباريات الاستعدادية وتحاول تصحيح الأخطاء قبل أن تحدث في مباريات حاسمة. يا جدعان فاول يا حكم، الحكم يحتسب خطأ في بداية المباراة. هنجيب الجون الأول إن شاء الله. بينسون، معلش يا بينسون، إمكانية هات هات بالشبكة يا إلهي. لكن أوبلاك في عادي هنجيب هنجيب، كان مرتدة ممكن تكون سريعة. اجري اجري انت اجري انت يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة يا كراي، يا وا يا والا يا والا يا والا. عاش، هو الواد ده شكله حلو. وبعد ذلك نهاية بهذه اللقطة. يا سلام على كرة مرتدة تدرس، إعادة للهدف اللي جاء من هجمة. معلش المرة الجاية معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. سددها يا ولد يا ولد، والله الواد ده حلو. تصدي مثالي للكرة على الطاير. شيكابالا ده ولا إيه؟ المدرب اعتقد يبحث عن دماء جديده على امل العوده في اللقاء فيما تبقى من هذا الشوط الثاني. يلا يا جدعان كوكي خارج. اطلع انت من ورا، اطلع انت من ورا، اطلع انت من ورا. يتوغل الى الداخل يا ولد، ايه ده انت بتلعب ورا يا ابني؟ العرضه بتخلصها في نسبه كبيره. يونيون لديه فرصة هجومية من خلال طرف الملعب. عرضية في منتصف 18. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. فرصة يا واد يا ابن اللعيبة، ده إيه اللفة دي؟ هدف الأمان، هدف إيه اللفة دي؟ هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. يا ابن اللعيبة، المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوكرة. ما تصفرش يا حكم، لسه في هجمة. ركنية تنفذ بشكل قصير. بيلعبها في مكان يا ابن اللعيبة، على كرة في المرمى، نجدها له. على المهارة التهديفية، كرة حبيبي حبيبي، صعبة جدا. نتابع كرة الهدف مرة أخرى. ركنية لعبت بشكل سليم ثم تسديدة قوية. ايه ده؟ المسافة لا يمكن، ده نجده خالص. تصويبة رائعة يا ابن اللعيبة، حلوة يا حلوة يا. لا انا قررت خلاص مش هبيع حد فيه، كنت هكملوا معايا لحد الدوري الممتاز وبعد كده بيعكم. يلا يلا بيلعب ركنية كل قصيرة، خلاص.
يا ابن اللعيبه ده انت حافظها. هدف في هذه اللحظات. تعال تعال كده يا رب اقرا الكاميرا بس. يا ابن اللعيبه والجن ده جن ده الواد ده اكتشافي. نشوف الكرة مستمرة بعد فشل ابعاد الكرة. يا ابن اللعيبة خطيرة الان. انت يا ولا يا رب التغطية غير موجودة. يوم المباراة يوم الحسم. سيداتي نساتي سادتي اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم. هذه اجواء كرة قدم حقيقية هنا. ستيرلينج جاي ستيرلينج جاي ستيرلينج جاي طبعا. ومعكم محدثكم فارس عوض نرافقكم من كابينة التعليق مع المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لهذه البطولة التحضيرية. فاول انا شايف اللاين زمان بيعمل كده. اطرد يا حكم. مانشستر سيتي كلا الطرفين يبحثان عن ختم دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة. الجماهير تدرك بأنها بطولة تحضيرية لكنها تعطيهم مؤشرات عن وضعية الفريق، عن نقاط القوة ونقاط الضعف، عن الانسجام والتفاهم، عن ربما بالتأكيد طريق ومسار الموسم الجديد في هذا الموسم. حكم حكم رايق يعني لسه ما صفرش. ان شاء الله هنجيبها جون ان شاء الله. اكيد الافضل هو وقفه مروان حمدي بشكل كره عرضيه داخل المنطقه. بيلعبها في مكان تسويب الان. مش ده اللي هيجي في الجون بالطريقه دي. الكره الخطيره يا ابن اللعيبه. هي بتاعته هي بتاعته. تبدأ في المدرجات. اشتعلت الإثارة. قمة تتحول إلى قمة أخرى. مشتعل. اندرسون بيقفل عليها زوايا. طب خد دي. الهدف اللي جاء من هجمة مرتدة ومن مسافة قريبة من المرمى. معلش. يعني روح تعالى يا تعالى يا تعالى يا ده أنا هزحفك يا. فرصة هجومية من خلال طرف الملعب. كرة فيها خطورة. تاني. التاني يا نصر الكال. روح احتفل برضه تاني انت. تقدم مستحب في النتيجة. تدخل بيخلص الكرة. صفر صفر. قطع الكرة في التوقيت الحمد لله. وهذه الصافرة. ايه الماتش الرخم ده؟ لتعلن عن فوز لأصحاب الأرض. مباراة شهدت ندية كبيرة من الفريقين والتفاصيل الصغيرة هي من حسمت الانتصار في الملعب في رأيي. في كاس ولا ما فيش؟ لعب مباراة تاريخية أداء كبير استطاع أن يساعد من خلال الفريق على الفوز. اليوم أظهر مهارات استثنائية وقدرات كبيرة في أرضية الملعب. الحمد لله دي كانت حلقة النهاردة تمام كده. دي كانت حلقة النهاردة تمام من سلسلة أبو غزالة في نادي اف سي يونيون. طبعا احنا ما جبناش اللوجو بالظبط بس المهم يعني ان احنا زي ما قلنا هنكمل السلسله دي ان شاء الله وهنكبرها تبقى سلسله كبيره جدا لاف سي يونيون عندنا في اللعبه. المهم ما تنسوش تعملوا لنا لايك سبسكرايب كومنت للقناه وتنزلوا تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه واستنوني في فيديوهات تانية كتير. وقلت لكم شجعوني ان انا اكمل السلسله دي ان شاء الله الفتره الجايه. يلا مع السلامه.